موائد الإفطار الجماعي في شهر رمضان المبارك تنتشر في أرجاء البلاد، حيث لا تكاد تخلو المدن من هذه الظاهرة الاجتماعية، بل لم تقتصر فقط على الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني. ففي بادرة فريدة من نوعها أقام صندوق الضمان الاجتماعي فرع النجازة مائدة إفطار رمضانية ضمانية تحت شعار لم ولن ننسى فضلكم. أن نهني أخوتي المتقاعدين والموظفين العاملين بصندوق الضمان الاجتماعي بهذا اليوم المبارك العاشر من شهر رمضان الذي في تم الذي اليوم فيه كرم المتقاعدين عندنا في فرع النجازة. نسأل الله أن يوفقنا ونسأل الله أن نكون خيرا سلف لخير خلف. وجبة الإفطار الجماعي يهدف القائمون عليها إلى إظهار الألفة والمحبة والتواصل بين الناس من خلال مشاركة الجميع في تجهيز موائد الإفطار، والهدف من الإفطار الجماعي هو التخفيف من معاناة وأعباء الحياة عنهم والخروج بهم من الضغط النفسي والاجتماعي. وهذه الأمسية المباركة وهذا المجمع الحائل من المواطنين إن شاء الله ربي يهني البلاد ويهدي لهم العباد إن شاء الله بإذن الله التقدم إن شاء الله ربنا يستر إن شاء الله. المائدة جمعت موظفي الفرع ومكتب بنوليد ومسلاتة والجرابولي التابعة للفرع والموظفين المتقاعدين من الفروع والرعيل الأول المؤسس لهذا الفرع، كما قامت الإدارة على هامش المائدة بتكريم المتقاعدين عرفانا منهم بدورهم وجهودهم المبذولة.